اختتم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي أعمال اجتماع الدورة 39 التي استضافتها المملكة العربية السعودية. إعلان الرياض الذي عقب اجتماع رؤساء المجلس حمل تأكيدات سامية دعت إلى وحدة الصف والعمل المشترك للوصول إلى التكامل في شتى المجالات بين دول المجلس. البيان الختامي للدورة 39 حمل توجيهات سامية من قادة دول المجلس بتأكيدات على ضرورة وضع خارطة طريق لتحقيق التكامل بين دول المجلس وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وإعلاء مكانة دول المجلس والارتقاء بأداء أجهزته وتعزيز دوره الإقليمي الدولي، لتؤكد أيضا على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية التي تم إقرارها لاستكمال خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس عام 2025. كما دعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتأسيس القيادة العسكرية الموحدة لتكون مبنية على أسس استراتيجية متينة، وطالب القادة في البيان بضرورة مكافحة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعه من خلال التكامل الأمني لدول المجلس والتصدي للفكر المتطرف وتأكيد قيم الاعتدال والتسامح وحقوق الإنسان، إضافة إلى بلورة سياسية خارجية موحدة وفاعلة لمجلس التعاون تعمل على حفظ مصالحه ومكتسباته وتجنب الصراعات الإقليمية والدولية وتجديد دعم دول المجلس للقضية الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطينية. وخلص البيان الختامي لقمة الرياض إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وعلاقات التعاون الاقتصادي والثقافي والتنسيق السياسي والأمني بين مجلس التعاون والدول الصديقة.